الأصحاح الثالث. وإن كنتم قمتم مع المسيح فاسعوا إلى الأمور التي في السماء، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بالأمور التي في السماء لا بالأمور التي في الأرض، لأنكم متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله، فمتى ظهر المسيح الذي هو حياتكم تظهرون أنتم أيضا معه في مجده. أميت إذن ما هو أرضي فيكم كالزنا والفسق والهوى والشهوة الرديئة والفجور، فهو عبادة الأوثان، وتلك أمور تجلب غضب الله على أبناء المعصية، كذلك كانت حالكم فيما مضى حين كنتم تعيشون فيها. أما الآن فتخلص من كل ما فيه غضب ونقمة وخبث وشتيمة، لا تتلفظوا بالكلام البذيء، ولا يكذب بعضكم على بعض، لأنكم خلعتم الإنسان القديم وكل أعماله، ولبستم الإنسان الجديد الذي يتجدد في المعرفة على صورة خالقه، فلا يبقى هناك يهودي أو غير يهودي، ولا مختون أو غير مختون، ولا أعجمي أو بربري، ولا عبد أو حر، بل المسيح الذي هو كل شيء وفي كل شيء. وأنتم الذين اختارهم الله فقدسهم وأحبهم، البسوا عواطف الحنان والرأفة والتواضع والوداع والصبر، احتملوا بعضكم بعضا، وليسامح بعضكم بعضا إذا كانت لأحد شكوى من الآخر، فكما سامحكم الرب سامحوا أنتم أيضا، والبسوا فوق هذا كله المحبة، فهي رباط الكمال. وليملك في قلوبكم سلام المسيح، فإليه دعاكم الله لتصيروا جسدا واحدا. كونوا شاكرين، لتحل في قلوبكم كلمة المسيح بكل غناها، لتعلموا وتنبهوا بعضكم بعضا بكل حكمة. رتلوا المزامير والتسابيح والأناشيد الروحية، شاكرين الله من أعماق قلوبكم، ومهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن باسم الرب يسوع، حامدين به الله الآب. أيتها النساء، اخضعن لأزواجكن كما يليق في الرب. أيها الرجال، أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. أيها البنون، أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا يرضي الرب. أيها الآباء، لا تغيظوا أبناءكم لئلا ييأسوا. أيها العبيد، أطيعوا في كل شيء سادتكم في هذه الدنيا، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل بنقاوة القلب ومخافة الرب. ومهما تعملوا فاعملوه من كل قلوبكم كأنه للرب لا للناس، عالمين أن الرب سيكافئكم بميراثه، فأنتم تخدمون الرب المسيح. أما الذي يعمل الشر فسينال جزاء عمله ولا محابات.